صباح الخير يا صبايا ويا شباب، إن شاء الله اليوم بنبلش بالتو دي ان ام ار، وأول تجربة راح ناخذها بالتو دي راح نسميها كوزي، سي او اس واي كوزي. السبكترا تاعت التو دي هي مبينة أمامكم، بلاحظ إنه في عندي بروتون ان ام ار سبكترا فوق وبروتون ان ام ار على الجنب، يعني على الاكس اكسس في عندي بروتون ان ام ار سبيكترم وعلى الواي بروتون ان ام ار سبيكترم. بنلاحظ انه التدريج هي للسبيكترا هاي من 0 ل 12 وللسبيكترا الاعلى من 0 ل 12. انا مرقم لكم مثلا في عندي هاي من هذا التدريج مثلا الامامي او على اليمين العمودي من 0 ل 12. هاي مثلا في عندي سينجلت سميتها HA، في عندي دبلت سميتها HB، في عندي كوارتت سميتها HC، وفي عندي دبلت سميتها HD، وهذا بروتون ان ام ار سبيكترم اللي هو على ال شو اسمه الواي اكسس. هلا على الاكس اكسس عندي سنجلت HA، دبلت HB، HC كوارتت، دبلت HD. اوكي، مثل ما حكيت هاي السبيكترا بنسميها 2D لانه عندي بهاي الجهه بروتون ان ام ار سبيكترم وبهاي الجهه بروتون ان ام ار سبيكترم، وبنلاحظ في نقاط موجوده في السبيكترا بهذا الشكل. اذا بلاحظ على الكوزي بنلاحظ انها شيء بنسميه سيمتريكال سبيكترم، يعني سبيكترم متماثلة. إذا مثلا بتطلع هذه مقابل هاي، هاي مقابل هاي، لو حطيت مرأة هذا بالوسط هيك بنلاحظ إنه هاي وهاي 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 موجودات على الخط اللي هو جاي تقريبا الخط اللي هو بالوسط، بعدين هاي مقابل هاي وهاي مقابل هاي، فلذلك بنسميها سيمتريكال سبيكترم. سبيكترم إيش؟ متماثلة. أوكي، إذا الكوزي هو عبارة عن اثنين بروتون ان ام ار سبيكترم، واحدة موجودة على الاكس اكسس وسميناها اف 2، واحدة موجودة على الواي اكسس سميناها اف 1، وهي بروتون ان ام ار تدريجها من 0 ل 12 هاي، وهذا بروتون ان ام ار تدريجها من 0 ل 12. بنلاحظ الجهتين ال 12 بنفس الجهة. اوكي، حكيت انه السبيكترم اللي هي بروتون ان ام ار الاولى اللي هي اف 1 في عندي سنجلت عندي الاتش اي، وفي دبلت عندي الاتش بي، وفي عندي كوارتت اتش سي، وفي عندي دبلت اتش دي. انا سميتهم هيك على اساس لما نقرا السبيكترا نعرف نقراها. هلا بالواي اكسس في عندي السبيكترا اللي هي تاعت بروتون ان ام ار سبيكترم على الاف 2 بنسميها اف 1 وهي اف 2. عندي سنجلت اتش اي، دبلت اتش بي، كوارتت اتش سي، ودبلت اتش دي، وطلع عندي هاي النقاط الموجوده. انا لو حطيت مرآه من هذا المكان هيك، من هذا قطريه من هذا المكان لهذا المكان، هي قطر قطري، راح الاحظ انه هاي مقابل هاي وهاي مقابل هاي، وهدول كلهم على القطر، فلذلك سميناها سيمتريكال سبيكترا. فالكوزي لازم يكون سيمتريكال سبيكترا، ما بصير انه يكون نوت سيمتريكال سبيكترم. اذا الكوزي شرط اساسي انه تكون سيمتريكال سبيكترم. لو كانت النقطه هاي مش موجوده معنى هاي اصلا مش موجوده، لو كانت هاي النقطه مش موجوده معنى هاي مش موجوده، يعني بتكون بالتصوير غلط. فلازم انا كل نقطه في مقابل الها وحده والسبيكترم تكون متماثله 100%. اوكي، فلذلك هذا اول تجربه من تجارب ال 2D ان ام ار اللي هي الكوزي، واللي راحين ندرسها بالتفصيل اليوم، وراحين ناخذ فقط اليوم كوزي. المحاضره الجايه راحين ناخذ نويزي، والمحاضره اللي وراها ال اتش اس سي، بالاضافه لل ان 15 ان ام ار والاف 19 ان ام ار والفوسفورس 31 ان ام ار. لمحه سريعه عن هاي المواضيع لانه هي اصلا مش موجوده معكم بالسيلبس. إذا تجربة الكوزي لازم يكون عندي بهذا الشكل، بروتون ان ام ار مع بروتون ان ام ار، العمودي او الواي اكسس هو بروتون ان ام ار سبيكترا، وعلمنا الهيدروجينات، حطيت هاي اتش اي اللي هي سنجلت، والدبلت اتش بي، والكوارتت اتش سي، وهاي اتش دي. اوكي، الدبلت
هلا بنرجع على الواي اكسس اللي هو هذا الاكس اكسس وهذا الواي اكسس اللي هو اف 2. في عندي اتش اي سنجلت، اتش بي دبلت، كوارتت اتش سي، ودبلت اتش دي. وحكينا انه لو مديت خط بهذا الشكل او مرآة، بنلاحظ هاي مقابل هاي، هاي مقابل هاي، اذا الكوزي لازم تكون سبيكترم او سيمتريكال سبيكترم. اوكي، اذا اول شرط من شروط الكوزي انها تكون السبيكترم سيمتريكال سبيكترم. اوكي، وهي مثل ما حكيت، هاي نقطه مقابل هاي وهاي النقطه مقابل هاي، وهدول كلهم على ايش؟ على الخط القطري. اول خطوه هاي بالامتحان تجيك، وهي اول خطوه راح تعملها انه بتجيب مسطره وبتسطر وبتيجي من هاي الزاويه لهاي الزاويه، بتعمل هذا الخط اللي هو الخط القطري. هلا بقى عندي هاي مقابل هاي وهاي مقابل هاي، فلذلك الكوزي حكينا عنه ايش؟ سيمتريكال. اذا اول خطوه في حل الكوزي سبيكترا اني اوصل خط من الزاويه هاي للزاويه هاي، اعمل خط قطري بمر في كل النقاط الموجوده على القطر، وبيبقى النقاط اللي برا الخط، هاي نقطه مقابل هاي وهاي نقطه مقابل هاي، او هاي تماثل هاي او هاي تماثل هاي. اوكي، فاول خطوه بالحل بدك تجيب مسطره وتسطر قطر من هذا المكان لهذا المكان. اوكي، هاي عملنا الخط القطري اول واحد. اوكي، هلا الخطوه اللي وراها يا بدي اقرا السبيكترا من اسفل او بدي اقراها من اعلى، انا بيهمني خلينا نتفق على طريقه واحده عشان كلنا نقرا نفس الشيء، انه نقرا اسفل الخط. هنا لو قريت اعلى مش مشكله، بس انا خلينا نتفق انه بنقرا اسفل الخط. الخطوه الثالثه انه بجيب خط من هان وبعمله بهذا الشكل، بعدين بعمله هيك، وخط بهذا الشكل وبعمله هيك. هلا عشان اقرا هاي النقطة وهاي النقطة، اوكي؟ عشان بدي اقرا هاي النقطة وهاي النقطة، هاي وهاي متماثلة، يعني لو عملت العكس هيك وهيك نفس الشيء، فخلينا نقرا دائما اللي اسفل، اسفل الخط القطري بمرحلة الكوزي، هيك نقراها، اوكي؟ فأنا لما بدي اقراها بدي اقراها هيك، هاي عملت محاي، هاي عملت محاي. هلا بشكل عام لو جينا للسبكترا وعملت هاي المربعات، انه من هان هيك عملت خط، هاي خط ثاني، هاي خط ثالث، هاي خط رابع، ونفس الشيء خط واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثه، هاي اربعه، بنلاحظ انه السبكترا بينت معي سيمتريك 100%. عندي هاي النقاط اللي هو على الخط القطري، بعدين هاي النقطه مقابل هاي بالضبط، وهي النقطه مقابل هاي بالضبط، فلذلك بنسميها سبكترا سيمتريك سبكترا، او السبكترا 100% متماثلة. هلا بالنهاية رح يكون عندي جدول مثل هيك، وانتو تعبوه من القراءة الموجودة. مثلا بدي اقرأ هاي، مثلا عندي اتش سي مع اتش دي، اوكي، اتش سي مع اتش دي، هنا ايش؟ اتش سي مع اتش دي كابلد ويز اتش دي، اذا الاتش سي كابلد ويز اتش دي. خلينا اقرأ اللي تحت، اتش بي كابلد ويز اتش سي، اتش بي كابلد ويز اتش سي، و اتش سي كابلد وذ اتش دي. اذا قراءه السبكترا كالتالي، انه الاتش بي هاي، هاي ماشي بهذا الخط كابلد وذ، تعمل كابلنج وذ اتش سي. بقرا هاي، الاتش سي هاي عامله كابلنج وذ الاتش دي. اذا قراءه الكوزي بهذا الشكل، انه هي عملنا خط من هاي اتش بي وصلت هاي النقطه، بعدين طلعناه بهذا الاتجاه وصلت هاي النقطة، فلذلك الـ HB عاملة كابلينج مع الـ HC، والـ HC عاملة كابلينج مع الـ HD. وبدي أعبي هذا الجدول اللي هو موجود بكون بالامتحان، جدول بهذا الشكل كوزي، الـ HA مش عاملة شيء، الـ HB كابلد with HC، والـ HC كابلد with HD، والـ HD ما فيه. إذا الكابلينج بين الـ HB والـ HC، والـ HC والـ HD، أوكي؟ فهذا اللي هو قريناه من السبكترا اللي أوريدي كانت أمامنا. بنلاحظ انه راح يكون هذا اسهل بكثير من البروتون ان ام ار او الكربون 13 ان ام ار، سواء كانت كابل كربون 13 ان ام ار او افرونس كربون 13 ان ام ار او كربون 13 ان ام ار دي كابل، او لما انتقلنا لتجربه الكربون 13 دي كابل مع الابت، او الكربون 13 دي كابل مع الديبت 45، ديبت 90، ديبت 135. هذا 2 دي اسهل. هلا بالفاينل في سؤال 2 دي بس بتعبي الجدول، بس الخطوات اللي راح تعبي فيها الجدول اللي حكيتها هلا، انه
هذا ما في شيء بدك تحط لي هذا الداش، ما في شيء بدك تحط هذا الداش. إذا ما حطيته هذا مثلا ممكن يكون على فرض عليه أربع علامات، هاي علامة 2 3 4. إذا ما حطيت الداش بتخسر هاي العلامة، إذا ما حطيت هذا الداش بتخسر هاي العلامة، فبتاخذ بس علامات هذول الاثنين اثنين. فلذلك الجدول لازم يتعبى بالكامل. أوكي، وهو كابلينج، لازم تكتب كابلد وذ اتش سي كابلد وذ اتش دي، الاتش بي كابلد وذ اتش سي والاتش سي كابلد وذ اتش دي. فلذلك بتاخذ علامة الكوزي اللي هي لو اجى للسبكترا كوزي، واسهل من هيك ما في، بس اعرف ايش اللي بدي اعمله. هلا بدي احاول ارجع لل المسألة من البداية على اساس ايش تتركز المعلومة في دماغكم. عندي هاي السبكترا تاعت الكوزي وسيمتريكال سبكترا، طبعا انا راح اكون كاتب لكم عليها كوزي عشان تعرفوا ايش اللي تكتبوه. سيمتريكال سبكترا هاي انت راح اذا كانت سيمتريكال معناته احنا بنشتغل صح، والكوزي دائما سيمتريكال، هاي انا حطيتها سيمتري. بس تجيك السبكترا مثل هيك ومكتوب كلمه كوزي عليها، بس انت بدك تقراها. حكينا انه في عندي اكسين، الاكس اكسس والواي اكسس، الاكس اكسس اف2 والواي اكسس اف1، بروتون ان ام ار سبكترم. عندي اتش اي رقمناها، انا بكون حاط لك هاي الاتش اي هاي سنجلت، واتش بي دبلت، واتش سي كوارتت، واتش دي دبلت. وبرضه بهاي برضه انا حاط لك الاتشات ايش انواعهم. عندي بروتون ان ام ار سبكترم على الاكس اكسس، عندي اتش اي سنجلت، اتش بي دبلت، اتش سي كوارتت، واتش دي دبلت. هاي السبكترا بهذا الشكل راح تجيك بدون هذا الكلام اللي تحت، ماشي؟ اول خطوه راح تعملها راح تحط الخط القطري بالمسطره بهذا الشكل على اساس نقدر نقرا السبكترا. هلا لما حطيت هذا الخط القطري بين عندي انه متماثل، هاي صوره مرآة هاي وهاي صوره مرآة هاي، فانا بقرا الجزء الاسفل او الاعلى، بس انا راح خلينا نعتمد بالكوزي نقرا الجزء الاسفل. اوكي، بعد ما عملنا هذا بدي احاول اوصل الجزء الاسفل. هاي عملت خط من هان بهذا الشكل ويطلع بهذا الشكل، وخط برضو من هان وبهذا الشكل عشان اقرا هاي النقطه واقرا هاي النقطه. هاي النقطه اتش بي عامله كابلد وذ اتش سي، عامله كابلد وذ اتش سي، والاتش سي عامله كابلد وذ اتش دي. هذا اللي راح اعبيه وين بالجدول، اتش بي كابلد وذ اتش سي والاتش سي كابلد وذ اتش دي. فلذلك انا هيك بقرا السبكترا تحت الكوزي، الاتش بي كابلد وذ اتش سي والاتش سي كابلد وذ اتش دي، وهذا راح تعبي انت بالجدول. بنلاحظ انه انا لما اكمل مثلا الخطوط هذول اصلا بالخط القطري كانوا، بعدين بعمل خط مثلا من الاتش دي بهذا الشكل، اتش سي بهذا الشكل، اتش بي بهذا الشكل، اتش اي بهذا الشكل، ونفس الشيء اتش اي خط، اتش بي خط، اتش سي خط، اتش دي خط. انا حتى لو قريت هاي ممكن اقراها اتش سي كابلد وذ اتش دي و HB coupled with HC، نفس القراءة اللي قريتها من تحت. يعني مثلا لو بدي أقرأ من فوق HB coupled with HC، HB coupled with HC وال HC coupled with HD وال HC coupled with HD، سواء قريت السبكترا من الجزء الأسفل أو من الأعلى تعطيك نفس النتيجة. أوكي، وأنا بهمني بالنهاية لازم أعبي الجدول بهذا الشكل. هذا عندي الجدول اللي هو موجود. أوكي، ما في كابلينج مع ال HA فحط داش عشان أخذ علامتها، بعدين ال HB كابلد وذ HC وال HC كابلد وذ HD، وبعدين ال D هاي ما إلها يعني مش عامل كابلينج وذ. فلذلك لازم تكتب كابلد وذ HC كابلد وذ HD، لازم تكتب كابلد وذ كابلد وذ، ما بصير تكتب كابل تو ولا كابل تو، كابلد وذ HC كابلد وذ HD. دائما الكوزي بتعمل كابلينج وذ. فلذلك انا لما قريت السبكترا ال HA ما فيها كابلينج، ال HB كابلد وذ HC وال HC كابلد وذ HD وال HD ما فيها كابلينج. فلذلك انا هيك بقرا السبكترا تاعت الكوزي. هذا الجدول بكون موجود مكتوب بروتون HA HB HC HD، بعدين هذا كله فراغ مكتوب كوزي من فوق، انت بدك تعبيه بتحط هاي الداش، تكتب لي كابلد وذ اتش سي كابلد وذ اتش دي، وهذا كمان داش، تاخذ عليه علامه السؤال. وهذا سؤال بالفاينل رح يجي على ال 2 دي، سواء الكوزي او النويزي او الاتش اس سي، وبدك تقراها صح. في اشي طبعا هاي الكوزي نتفق انه بيعمل كابلينج، كابلينج وذ ايش؟ الاتش بي كابلد وذ اتش سي والاتش سي كابلد وذ اتش دي. اوكي، نرجع كمان مره على السبكترا على السريع على اساس
انه ما يكون عندكم حجه انه في شيء ميسنج. انا السبكترا تاعتي راح تيجي بهذا الشكل، اوكي، ما موجود، هاي مش موجوده، هيك تجيكم بالامتحان، اوكي. السبكترا بهذا الشكل، انا باجي بحط ايش سيمتريكال السبكترا كونه طلعت عندي متماثله، و بقراها عندي هذا الـ F1 وهذا الـ F2، الـ F1 بروتون NMR سبكترا والـ F2 بروتون NMR سبكترا، التدريج من 0 ل 12 من 0 ل 12، هذا بكون كله مكتوب، وأنا كاتب لك HA وهي سنجلت، HB دبلت، HC كوارتت، HD دبلت، وفوق برضو بكون كاتب لك HA سنجلت، HB دبلت، HC كوارتت، HD إيش دبلت. هلا أول خطوة حكينا إنه بدي أحط هذا الخط القطري على أساس أشوف إنه إيش هي متماثلة سيمتريكال سبكترا، هي بالفعل سيمتريكال، هذا لو تخيلته مرآة، هاي صورة مرآة لهاي وهاي صورة مرآة لهاي. بدنا نقرأ السبكترا حكينا من أسفل، فلذلك باجي بالمسطرة بعمل خط هيك وبطلعه لفوق، بعمل خط هيك وبطلعه لفوق عشان أقرأ هاي عامل كابلينج مع إيش، فالـ HC هيو عامل كابلينج مع الـ HD والـ HB عامل كابلينج مع الـ HC. أنا بقرأ مثلا من الأسفل، هاي الـ HA مش عامل كابلينج مع حدا، الـ HB عامل كابلينج مع الـ HC، والـ HC عامل كابلينج مع الـ HD، والـ HD ما عامل كابلينج مع حدا هاي، أوكي؟ هلا هدول كل واحد عامل كابلينج مع نفسه، يعني مثلا الـ HA عامل كابلينج مع الـ HA، والـ HB عامل كابلينج مع الـ HB، والـ HC عامل كابلينج مع الـ HC، والـ HD عامل كابلينج مع الـ HC، بس ما بيهمني يعني إنه كل بروتون عامل كابلينج مع نفسه. أنا بيهمني البروتون اللي عامل كابلينج إيش مع غيره، فبقرأ هاي الـ HB عامل كابلينج مع الـ HC، والـ HC عامل كابلينج مع الـ HD. هلا إذا رجعت كملت الخطوط بيطلع عندي المركب أو عندي السبكترا بهذا الشكل، أنا بوصل هذا الخط الـ HA، هاي الـ HB، الـ HC، HD، بعدين باجي من هان الـ HA، HB، HC، HD. بنلاحظ إنه مثلا هذا عامل كابلينج، الـ HA عامل كابلينج مع نفسه، والـ HB عامل كابلينج مع نفسه، والـ HC عامل كابلينج مع نفسه، والـ HD عامل كابلينج مع نفسه، فلذلك هذا ما بيهمني. بيهمني اللي عامل كابلينج مع غيره، هاي الـ HB عامل كابلينج مع الـ HC، والـ HC عامل كابلينج مع الـ HD. إذا بدي أقرأ من فوق نفس الحاجة، هاي الـ HB عامل كابلينج مع الـ HC، والـ HC عامل كابلينج مع الـ HD، والاثنين هما نفس تعبئة الجدول اللي أوريدي أنا إيش معبيه. حكينا إنه البروتون بيكون مكتوب HA HB HC HA HB HC HD، وكلمة كوزي هلا أنت بدك تعبي الـ HA مش عامل كابلينج مع حدا، الـ HB coupled with HC، والـ HC coupled with HD، والـ HD مش عامل كابلينج مع حدا. هلا مثل ما حكيت في علامة على هاي، إذا مش حاط الداش بتخسرها، إذا مش حاط هذا الداش بتخسرها، coupled with HC علامة أو كابل دود اتش دي علامة. ممكن السؤال يكون عليه 10 علامات، معناته 2.5 و2.5 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 10، إذا مش حاط هذول بتخسر 5، أوكي؟ فإذا مش حاط كابل دود اتش سي بتخسر الخمسة، الاثنين ونص، كابل دود اتش دي بتخسر الاثنين ونص. إذا كان عليه مثلا علامة خمس علامات، فبدي يكون كل واحد عليه علامة وربع، بيعتمد على السؤال، إذا أربعة كل واحد عليه علامة، لكن لازم تكتب لي هاي الداش عشان تاخذ علامتها، كابل دود اتش سي عشان تاخذ علامتها، كابل دود اتش دي عشان تاخذ علامتها، وهي تحط لي اياها داش، ما بصير تكتب لي كابل تو، هي كابل دود اتش سي، كابل دود اتش دي، أوكي؟ هذا بالنسبة للتو دي. النوع الأول اللي هو الكوزي، وشرط أساسي بالكوزي إنه تكون السبكترم متماثلة، إذا ما كانت متماثلة معناته بدك ما تطلع على النقطة الموجودة، لأنه إذا مش موجودة معناته هي بدها تكون إيش نقطة طالعة بالتصوير، يعني مش حقيقية، الحقيقية لازم تكون موجودة بالسبكترم، فلذلك أنا بدي أطلع إذا شفت السبكترم متماثلة معناته القراءات اللي ممكن أقرأها 100% راح تكون صحيحة. هاي السبكترا كمان مرة مثل ما حكيت، إذا هاي ما لقيت مقابلها معناته هاي من التصوير طلعت، إذا هاي ما فيه مقابلها من التصوير، وبالعادة ممكن تكون النقاط مش غامقة، فأنت بدك تغمقهم بالقلم على أساس تعمل الخطوات اللي بتحط الخط القطري وبتمشي بالطرق اللي أوريدي إحنا شرحناها في بداية المحاضرة. هاي اليوم اللي هي محاضرة الكوزي، إن شاء الله بناخذ المحاضرة القادمة النويزي واللي وراها الـ HSC، وبعدين بناخذ اللي هو الـ N15 ايش بنقصد فيه NMR، والـ F19 NMR، والفوسفورس 31 NMR. بتكون المادة تقريبا اكتملت، هاي على
بعدها بدنا ناخذ ابلكيشن على الكربون 13 الكابلد والدي كابلد، وممكن ناخذ شويه ابلكيشن على الكربون 13 دي كابلد مع الديبت 45 90 135، لانه هذول الموضوعين كثير مهمه. اوكي، محاضره اليوم تنتهي لليوم. بتمنى لكم يوم سعيد وتوفيق بجميع المحاضرات، سواء اللي بتخصني او بتخص زملائي، والتوفيق في الامتحانات القادمه والنهائيه. Good luck, take care, see you later, bye bye, bye for now. مع السلامة.